تعتمد تركيا النظام البرلماني الذي يضع السلطات الحقيقية بيد رئيس الوزراء، بينما يحظى رئيس البلاد بدور رمزي. منصب رئيس الوزراء يشغله زعيم الحزب الذي حظي بالأغلبية في البرلمان. يمتلك 52 مليون مواطن تركي حق التصويت لانتخاب 550 عضوا للبرلمان، ويتنافس 20 حزبا من أصل 31 حزبا في الانتخابات التركية. تم بدء العمل بقانون الانتخابات الحالية في ستينات القرن الماضي، وتمت الموافقة عليه عام 83، وخضع لبعض الإضافات والتغييرات منذ ذلك الوقت. من يحق له الترشح ومن يحق له التصويت في الانتخابات التركية؟ لا يحق الترشح لمن لا يملكون الشهادة الابتدائية، أصحاب السوابق الجنائية، المدمنون، والذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية. أما بالنسبة للتصويت فلا يحق التصويت للجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية، المرضى العقليون أو من هم تحت 18 عاماً والمسجونون. ما هو النظام الانتخابي المتبع في تركيا؟ النظام الانتخابي المتبع في تركيا هو نظام التمثيل النسبي ذو القائمة المغلقة، ويتم توزيع المقاعد حسب عدد الأصوات. تقوم الأحزاب بترشيح مجموعة من الأعضاء في منطقة معينة ضمن قائمة تتنافس فيما بينها. تتم طريقة حساب الأصوات طبقا لطريقة دوهنت الرياضي البلجيكي، ويراها البعض تفضل الأحزاب الكبيرة بعض الشيء، إذ لا يمكن للأحزاب المتنافسة أن تدخل البرلمان إذا لم يتجاوز عدد الأصوات الصحيحة 10% في عموم البلاد.